Yeah. <tries> اعوذ بالله علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا اجمعين مع الحلقه الرابعه والعشرين من حلقات قصه الحروب الصليبيه في الحلقة اللي فاتت شفنا موت الغازي ابن أرطق رحمه الله وموت بلك ابن بهرام ابن أرطق رحمه الله ويعني انفراط العقد وتفتت إمارة الأراطقة بين عدد كبير من الزعماء ومن الأمراء وذكرنا أن إمارة الأراطقة كانت بتحتوي على يعني أو بتمتلك أسير من أهم الأسرة وهو بولدوين الثاني ملك بيت المقدس وكان موجود في حلب وكانت حلب وقعت في قسمة حسام الدين تمرتاش ابن الغازي وحصل نوع من المفاوضات ونظير هذه المفاوضات اطلق بولدوين الثاني في مقابل بعض الواجبات التي يجب ان يكون بها منها اعطاء بعض الحصون للمسلمين ومنها قمع ثوره دبيس ابن صدقه الشيعي ومنها يعني نوع من تسليم الرهائن لكي تحفظ حقوق الدوله الاسلاميه والامه الاسلاميه والرهائن دولت رهائن صليبيين طبعا كان منهم ابنة بولدوين الثاني ملك بيت المقدس وابن جوسلين دي اللي هو أمير الرهة شفنا أن حسام الدين تبرتاش كان راجل عنده نوع من السلبية كان ضعيف جدا كان يحب الدعة والرفاهية كان قاعد في مردين وسايب حلب الحقيقة إخواني وإخواتي حلب عانت الكثير والكثير في غضون العقود الطويله التي مرت بها منذ يعني عشرات السنين. عانت تحت حكم توتش ابن قلب ارسلان وعانت تحت حكم رضوان ابن قلب ارسلان وعانت ايضا حتى مع الجيوش او مع الحكم الذي تحت قياده الأراتقة الغازي وبلك وحسام الدين تمرتاش مع اننا راينا ان الغازي كان من المجاهدين الـ الـ يعني العظماء الذين يعني اضافوا اضافات قويه لحركه التاريخ الاسلامي ولحركه الجهاد في تاريخ الاسلام وكذلك بلك ابن بهرام لكن للاسف الشديد زي ما قلنا قبل كده ان البلك ابن بهرام والغازي ابن أرطو كل الاثنين كانوا بيقودوا جيوش فاشله وشعوب فاشله كل همها الثروه همها الملك والتوسع والغنائم وما كانش عندها قضيه الجهاد في سبيل الله واضحه وده اللي خلى نوع ان دايما الاضطراب يحصل بعد وفاه الزعيم او وفاه القائد لان ما كانش في نوع من التربيه للشعب نقدر نقول ان الاراطقه الذين حكموا البلاد في هذه الفتره والذين قادوا حركه الجهاد بعد وفاه مودود ابن التنتكين رحمه الله والى هذه اللحظه كانوا زي حكومات الطوارئ اللي بتقوم عشان تصلح موقف معين او وضع معين او ازمه معينه بتمر بها الامه الاسلاميه لكن دون تربيه واضحه لشعب ودون تربيه واضحه لجيش وهكذا كانت كلما حققنا انتصارا كلما ضاعت ثمرات هذا الانتصار وضاعت النتائج المرجوه من تحقيق الجهد الكبير الذي يبذل في المواقع سواء موقعة البلاط التي انتصر فيها الغازي على روجر الانطاكي وقتله او سواء المواقع التي حقق فيها بلك بن بهرام نصرا كبيرا باسر جوسلين دي كورتيني مره ومره ثانيه بولدوين الثاني ملك بيت المقدس. المهم ان بعد هذه الاحداث حسام الدين تمرتاش مش عايز يقاتل حتى في وجود الرهائن الصليبيين اللي في ايديه واهل حلب وجدوا ان في ازمه كبيره جدا البلد محاصره بجيوش بولدون الثاني المتحالف مع دبيس ابن صدقه والمتحالف مع جيوش انطاكيا وامير طرابلس يعني في ازمه حقيقيه تمر بها اماره حلب واماره حلب يعني متروكه لانسان لا يحب القتال ولا يحب الصراع والاسرى والرهائن الصليبيين في ايدين سلطان ابن منقذ امير شايزر اللي هو كان وسيط في الاتفاقيه فاضطر يعني فقهاء حلب واعيان حلب ان يذهبوا الى اماره الموصل ليسلموا اليها اماره حلب ولا تعطى لحسام الدين تمرتاش وطبعا اماره الموصل كانت تحت حكم اقصنكر البرسقي في ذلك الوقت ولها فرصه طبعا كويسه جدا لتوحيد الموصل مع حلب لاستكمال مسيره الجهاد لانه كان عنده رغبات جهاديه وزي ما قلنا كان رجل يتسم بالصلاح وبالتقوى وبالورع وكان فعلا بيحب ان هو ينصر الاسلام والمسلمين فقبل بهذا الامر وضم بالفعل حلب وضم حلب للموصل وبذلك تكون حلف في منتهى القوه بين اعظم امارتين على الساحه في ذلك الوقت اماره الموصل واماره حلب. لو احنا الحقيقه شفنا بعض الازمات شفنا ازمه موت الغازي وازمه موت بلك بن بهرام وازمه اطلاق بولدون الثاني دون يعني عائد يذكر للامه الاسلاميه فان كل هذه الازمات افضت الى نتيجه مهمه جدا وعظيمه جدا وقيمه جدا وهي وحده الموصل مع حلب ودي وحده هيكون لها اثر كبير جدا في حركه الجهاد الاسلامي بعد كده اولا طبعا الموصل قويه جدا واماره ثريه واماره فيها كثافه سكانيه عاليه وكذلك حلب فانضمام القوتين سويا هذا يعطي قوه اسلاميه كبرى، الحاجه الثانيه كان في حركه جهاديه صالحه موجوده في شعب الموصل وفي علماء الموصل وفي ارض الموصل، هذه الحركه ستنتقل الى مدينه حلب وبالتالي تتحول طبيعه السكان من طبيعه يعني عاشت على القهر والاستبداد والظلم الى طبيعه مجاهده عالمه تعرف دينها وتعرف ربها سبحانه وتعالى. الاتحاد بين بين الجيشين او بين الامارتين سيجعل هناك جسر عسكري متصل بين الموصل وبين حلب وبين المناطق التي فيها الصليبيين. وطبعا ده هيدي فرصه كويسه لجيوش حلب ان هي تقاتل لجيوش الموصل ان تقاتل في ارض حلب وفي ارض الشام دون ان تخاف من عدم وجود مدد او عدم وجود حصون ترتد اليها في حال الهزيمه وانتم فاكرين الازمه اللي وقع فيها مودود ابن التنتكين رحمه الله عندما جاء ليجاهد في ارض الشام فاغلق رضوان ابن توتش الابواب يعني دونه فوضعه في مازق شديد لانه يقاتل الصليبيين دون حصون يعود اليها في حاله الهزيمه فبهذه الوحده بين حلب وبين الموصل اتحلت هذه المشكله الكبيره الحقيقه كان اثار يعني هذا العمل كبيره جدا وبدا بالفعل اكسنكور البرسقي يحاول ان يعيد من جديد حركه الجهاد في سبيل الله وبدا يجمع الجيوش ودخل بالفعل على منطقه الشام واستطاع ان يحرر كفر طاب وده احد الحصون الضخمه اللي كان مفروض بولدوين الثاني يسلمها لنتيجة المعاهدة التي تمت وأخذ الرهائن أخ من سلطان بن منقذ أمير شايزر وبدأ يتكلم مع بولدون الثاني في موضوع الرهائن وفي موضوع الحصون واستقر الموضوع على مباحثات جديدة وسلمت الرهائن للصليبيين في نظير أن يسلم حصن قفر طاب وبعض المناطق المحيطة به للمسلمين وتعقد هدنة بين الطرفين يحاول فيها أكسونكر البرسوقي رحمه الله أن يعيد تنظيم الصفوف وإعادة بناء حلب ويضمن فيها عدم الهجوم على حلب في هذه الفترة وبالفعل سلم الرهائن وأخذ حصن كفر طاب ورجع للموصل يجمع الجيوش وأرسل يعني بعض الأعوان إلى منطقة حلب وكان على رأس هذه الأعوان عز الدين ابن عز الدين مسعود ابن أكسونكر ابن شخصيا جعله على إمارة حلب وبالفعل بدأ المسلمين ياخدوا شكل جديد، شكل جهادي جديد بيفكرنا بأيام مودود ابن التنتكين رحمه الله، وفي هذه الأوقات بونز ابن برترام أمير طرابلس أغار على حصن من الحصون المهمة جدا اسمه حصن ريفينية، وده حصن كان مسلم وكان بيسيطر على الطريق بين بيت المقدس وبين أنطاكيا ويشرف على طرابلس، فمعنى السيطرة على هذا الحصن ان يعني ضيع على المسلمين فرصه كبيره وبيحفظ طريق الامدادات من بيت المقدس الى انطاكيا والذي يعني سيطر عليه كان بونز بمساعده بولدون الثاني يعني بولدون الثاني خالف الهدنه التي اتفق فيها مع اكسونكر على عدم القتال في هذه المنطقه مده يعني عده سنوات لم تحدد المصادر هذه السنوات كم سنه فطبعا كان يعني مخالفه للمعاهده فبسرعه اسرع اقصنقر البرسكي وجمع جيش من الموصل مع حلب واتفق مع طغطكين اللي هو كان امير دمشق في ذلك الوقت وجمعوا جيوش متحده وذهبوا الى حصن ريفينيه وبسرعه بولدون الثاني ذهب الى حصن ريفينيه ودار قتال بين الفريقين ثم عرض بولدون الثاني ان يتم الصلح بين الفريقين مره ثانيه على ان يعطى حصن ريفينيه للمسلمين وبالفعل حرر اكسنكر حسن الفانيه وبدا ياخذ فعلا شكل المجاهد اللي ممكن يغير الموازين في ذلك الوقت وعاد اكسنكر رحمه الله في سنه 520 الى الموصل ليجد مفاجاه ضخمه جدا تنتظره عند صلاه الجمعه ان قتله احد الباطنيه. يعني سبحان الله نفس الماساه بتتكرر مره والثانيه والثالثه ونسمع الكلام ده كتير وعايزين نعرف ان الباطنيه فعلا كانوا من اشرس العصابات الموجودة في ذلك الوقت وقوتهم كانت هائلة وكان ملوك العالم جميعا يخشونهم وما كانش في حد ممكن ما يوصلوش ليه وبالذات هؤلاء الزعماء أمثال أقصنكر وأمثال ممدود رحمه الله اللي كانوا بيصلوا وسط الناس ووسط عامة الشعب ما كانش في أي نوع من العزلة بينهم وبين الناس فكانوا سهل الوصول إليهم للأسف الشديد فقد المسلمين برضو في ذلك الوقت أقصنكر البرسوك اللي كان ممكن يغير الأوضاع لكن رب ضرت النافعة بعد يعني بعد اغتيال آكسونكر تولى الامور عز الدين مسعود ابن آكسونكر وسبحان الله كان شاب صغير وعنده حميه كبيره جدا للجهاد بعد سنه واحده فقط من توليه الحكم مات فجاه دون ان يعني يتعرض له احد وبذلك وضعت البلاد في مازق خطير جدا يعني قام قام احد المماليك في حلب والموصل بتوليه او بمحاوله توليه اخو عز الدين البرسقي اخو عز الدين بن مسعود ابن أخ سنكر البرسقي وكان صغير جدا طفل صغير وكان هذا المملوك اسمه جولي وطبعا ده غير جولي سقاو اللي اتكلمنا عليه قبل كده فهذا الرجل حاول ان يضع هذا الطفل في الحكم ليتولى هو الاشراف عليه ثم يصبح حاكما على البلاد لكن لازم ياخذ الموافقه من السلطان محمود سلطان السلاجقه فارسل رسولين للسلطان محمود والرسولين دولت كان واحد اسمه بهاء الدين الشهرزوري وده كان قاضي من قضاه حلب والرسول الثاني كان اسمه صلاح الدين محمد الياغسياني وده كان امير حاجب يعني كان قائد جيش من قواد الجيوش الحلبيه كان قائد عسكري فارسل الرسولين دولت لتزكيته عند السلطان محمود. لما راح الرسولين للسلطان محمود وهم في الطريق فكروا مع بعض هم الاثنين وقالوا انه ليس من مصلحه المسلمين ابدا أن يتولى زعامة المسلمين الآن هذا الطفل الصغير وعلى زعامته أو على الإشراف عليه جولي هذا وأن هذا فيه نوع من التضييع الأمانة وسبحان الله جولي نفسه هو اللي اختار الاثنين دولت والاثنين دولت هم اللي راحوا للسلطان محمود وقالوا له لا تولي جولي هذا فإنه يعني فاسد وأن هذه الإمارة مواجهة مواجهة مباشرة للصليبيين والآمال تعلق على اتحاد الموصل مع حلب ولذلك نرجو أن تولي أمر المسلمين رجلا يصلح أن يقود المسلمين وقال لهم طيب تقترحوا مين اللي تولوه على البلاد اقترحوا عدة أسماء لكنهم من ضمن هذه الأسماء رشحوا اسم معين قالوا هو ده اللي ممكن يغير فعلا الأوضاع ويغير الصورة ويعيد حركة الجاد إلى ما يجب أن تكون عليه ويعيد البلاد إلى عهد مودود رحمه الله الاسم ده هو مين؟ هو عماد الدين زنكي رحمه الله يبقى توصية بهاء الدين الشهرزوري وصلاح الدين اليغسياني أن يولى عماد الدين زنكي الرجل الذي أظهر براعة فائقة في المعارك السابقة سواء في أيام مودود رحمه الله أو قبل مودود في أيام جكرمش وأيام كربوغة لو تفتكروا من أوائل الحلقات يعني كان ليه ذكر في هذه المعارك وكان ليه صوت مسموع وكان ليه إشراف على بعض المعارك العسكرية ضد الرها وضد غيرها فذاع صيته بين المسلمين وعرف المسلمون أن هذا الرجل من الممكن أن يؤدي خدمات جليلة لحركة الجهاد الإسلامي، وبالفعل وافق السلطان محمود على تولية عماد الدين زنكي أمر الموصل وأمر حلب، وبذلك ستبدأ هذه البلاد مرحلة جديدة تماماً عليها، مرحلة يتوجه فيها كل جهد الدولة وكل جهد الأفراد وكل جهد الحكومة للجهاد في سبيل الله ولتوحيد المسلمين وللعمل على رفعة ونصرة هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام. لازم طبعا نتسائل مين هو عماد الدين زنكي رحمه الله الذي ظهر في هذه الصوره، ايه ترى هي اصوله؟ ايه جذوره؟ عمرنا ما هنقدر نفهم قصه عماد الدين زنكي رحمه الله من غير ما نرجع لجذور عماد الدين زنكي ولابي عماد الدين زنكي رحمه الله وهو احد عظماء المسلمين ايضا وكان اسمه اكسنقر الحاجب وطبعا ده مختلف عن اكسونكر البرسوقي الذي اغتاله الباطنيه منذ يعني ايام قليله او شهور قليله كما ذكرنا. انا احب اكلمكم على اقصنكر الحاجب ابو عماد الدين زنكي قبل ما نتكلم على عماد الدين زنكي عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم واما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فربنا سبحانه وتعالى حفظ الغلامين بصلاح الاب وهذه هي حاله عماد الدين زنكي تماما لان عماد الدين زنكي رحمه الله توفي عنه ابوه أقصنقر الحاجب وهو لم يبلغ بعد العاشرة من عمره، يعني عماد الدين زنكي نشأ يتيما، نشأ وحيدا، ما كانش ليه اخوات، ولكن ترك له الاب الصالح اكسنكر الحاجب الكثير والكثير والكثير كما سنرى، ولذلك رُبي عماد الدين زنكي على عين الله عز وجل فنشأ نشأة دينية واعية جهادية فيها من الفروسية وفيها من فنون القتال ما لم يوفر الى كثير من الناس الذين رعاهم ابوهم وعاش معهم السنوات الطوال. اكسونكر الحاجب الحقيقه كان من الملوك من القواد العظماء لملك شاه وملك شاه اتكلمنا عليه قبل كده في حلقات سابقه وهو الملك العظيم الذي كان يحكم دوله من الصين الى الشام وكان ملكا عادلا وكان ملكا تقيا ورعا وكان من اعظم قواده اكسونكر الحاجب وكان مقربا جدا اليه لدرجه انه انعم عليه بلقب عجيب جدا سماه قسيم الدوله. أي أنه الذي يقاسمه إدارة وحكم الدولة تخيل لما ملك عظيم زي ملك شاه بيحكم دولة بهذا الاتساع يعطي هذا اللقب لهذا القائد معناه أنه بيحب حب كبير وطبعا أقصنكر الحاجب فعلا كان أهل لهذه المحبة وحصل نوع من القلاقل الشديدة في أرض الشام في أيام ملك شاه والقلاقل حصل فيها نوع من النزاع بين يعني أكثر من قوة وعشان ما نوجعش دماغكم في النهاية يعني في آخر هذه الصراعات تولى توتش ابن قلب أرسلان القصة وطبعا ده بيرجعنا الأيام يعني الحلقات الأولى لما اتكلمنا على توتش ابن قلب أرسلان كيف تولى منطقة الشام لكن ملك شاه ما كانش عايز يولي منطقة حلب لتوتش ابن قلب أرسلان اللي هو أخوه فولاها إلى أقصنكر الحاجب وبدأ أقصنكر يتسلم مدينة شديدة الاضطراب كان فيها فتن كثيرة جدا وأحوال مضطربة نتيجة الفتن المتكررة والصراعات بين زعيمها السابق اللي كان اسمه مسلم ابن قريش العقيلي وبين سليمان ابن قطلمش اللي كان بيحكم سراجقة الروم وبين تتش ابن قلب أرسلان أخو ملك شاه ابن قلب أرسلان يعني كان فيها اضطرابات شديدة أدت إلى تدهور التجارة وتدهور الزراعة وتدهور الحالة الأمنية بشكل مريع في بلاد حلب ملك شاه كان عايز يرجع الأمور إلى نصابها فما لقاش أفضل من أقصم كر الحاجب أن يوليه أمر حلب ورفض أن يتولى أمرها تتش أخوه مع ان توتش طبعا يعني من العائله السلجوقيه لكن معزه قسيم الدوله أكسنكر الحاجب في قلب ملك شاه خلته يعطي هذا المنصب الحساس. لما أكسنكر تولى امر حلب لقاها في وضع مزري جدا من الحاله الامنيه المضطربه ووضع اقتصادي متردي فبدا بالتدريج وكان عنده نظره شموليه ما اشتغلش في مجال واحد وترك الاخر اشتغل على المجال الامني على المجال الاقتصادي على المجال السياسي على المجال الاجتماعي على المجال العمراني على المجال الديني سبحان الله في كل المجالات بدأ يصلح وأول شيء اهتم به هو تطهير حلب من المفسدين ومن المجرمين وبدأ يقر الحاله الأمنيه وأقام الحدود الشرعيه في البلاد وبالفعل يعني أقام الحدود على القتله وعلى السارقين وطبعا حد ممكن يتخيل ان نتيجة هذه الحدود الشرعيه التي أقيمت فتركت مجتمعا مشوها من مقطوع اليد أو من المقتولين أو المرجومين في ارض حلب انا بقول لكم لا الكلام ده ما حصلش هو الحدود طبقت على مجرم او مجرمين وارتدع البقيه لان ده حكم ربنا سبحانه وتعالى واصلح الله عز وجل به الارض والكون وقسيم الدولة أقسم كل الحاجب ما كان منه إلا أن طبق شرع الله عز وجل فاستقامت الأمور إلى حد كبير في حلب بل إنه أضاف حكما عجيبا جدا أقره وطبقه في بلادي وهو أنه طبق مبدأ العاقلة وماذا تعني كلمة العاقلة مبدأ في الفقه يعني أن القرية أو المدينة أو القبيلة التي يمر فيها أحد المسلمين ويسرق فيها أو يقتل تتكفل هذه القرية يتعاقلون فيما بينهم أي يتعاونون فيما بينهم على الإتيان بالمجرم الذي فعل هذه الجريمة وإن لم يأتوا بالمجرم فإنهم يكلفون تعويض المقتول أهل المقتول طبعا أو تعويض المسروق بما سرق منه وطبعا ده حمل المسؤولية لكل أهل حلب لكل طبعا مملكة حلب مدينة حلب وما حولها من المدن فأصبح كل إنسان من همه حفظ الأمن والأمان لأنه لو سرق إنسان في مدينة ما أو في قرية ما الناس كلها تدفع ثمن هذه السرقة ولذلك دل كل أهل القرى والمدن على المجرمين الذين يعيش يعيثون في الأرض الفساد وبذلك يعني استطاع سنكر رحم الله ان يقيم العدل في الاماكن لدرجه ان هو تجرأ واعلن قانون عجيب جدا جدا واعلن عرض يعني فعلا نادر في التاريخ انه لا يرفع مسلم متاعه ابدا من مكان الى مكان اخر اذا اراد ان يغادر هذا المكان بمعنى انه يتركه في الشارع هكذا دون حمايه وهو يتكفل اقصنكر رحمه الله ان يحفظ له هذا المتاع او يعوضه عنه وبالفعل الناس بدات تعمل الكلام ده وتسيب امتعتها في الشوارع وتسيب بضاعتها في الشوارع ومع ذلك لا تسرق ولا تضيع البضاعه عم الرخاء في المدينه بشكل لافت للنظر ومما يرى في ذلك الامر ان أقصنكر رحمه الله كان بيمر باحد القرى فوجد احد الفلاحين بيرفع متاعه فوق الحمار لياخذه معه الى البلده بعد ان انتهى من عمله في حقله فقال له وكان المزارع لا يعرف اقسنكر الحاجب حاكم الدوله فلا يعرفه شخصيا فقال له اقصنكر الم تعرف ان اقصنكر قد نادى في البلاد الا ترفعوا متاعكم فلا اتركوه وهو يحميه لكم فقال والله انا نامن في على حياتنا في زمانه رحمه الله ولكني احملها الى بيتي خوفا من ابن اوى وابن اوى هو حيوان مثل الذئب ياتي الى هذه المناطق وياكل الجلد المغلف للاله التي يرفعها الرجل فعاد اقصنكر الحاجب إلى حكومته وأمر الصيادين أن يصطادوا ابن أوى من إمارة حلب بكاملها فاصطادوها حتى أفنوها حتى يعم الأمن والأمان ليس من المجرمين فقط ولكن من الذئاب ومن ابن أوى من كل الوحوش يعني فعلا صورة من الأمن نادرة طبق هذا الامر على على المناطق بكاملها، طبق هذا الامر على اماره حلب بكاملها في كل ربوعها، حتى صار الناس في كل بلاد المسلمين يتحدثون عن الرخاء وعن الاقتصاد وعن الوضع العظيم الذي وصلت اليه اماره حلب، وانا انقل لكم كلام ابن الاثير عن قسيم الدوله، كر الحاجب يقول: كان قسيم الدوله من احسن الملوك سيره واجودهم سريره وكانت الرعيه في امن وعدل ورخص ويقول في موضع اخر كانت بلاده بين رخص عام وعدل شامل وامن واسع هو ده اكسونكر اللي تربى في بيته عماد الدين زنكي رحمه الله، اكسونكر الحاجب رحمه الله ايضا اهتم بالنواحي العمرانيه وهو الذي يعني يعني جدد مناره مسجد حلب الجامع والى الان اسم اكسونكر الحاجب منقوش على مناره مسجد حلب الجامع كان بيتميز باخلاص شديد جدا جدا للامراء السلاجقه كان مخلص شديد الاخلاص لملك شاه في كل حياته وطبعا توتش ابن قلب ارسلان كان بيكرهه كراهيه شديده لان توتش كان متولي زعامه دمشق وكان نفسه يتولى زعامه حلب وكان عايز ياخد فعلا الزعامه لولا ان ملك شاه اعطى الزعامه لتوتش اللي اعطى الزعامه لاخ سنكر الحاجب فكان بيحقد عليه حقد شديد لكن ما كانش عارف يتصرف في وجود اخيه ملك شاه سبحان الله في سنة 484 وبعد خمس سنوات من تولي اكسنكر الحاجب حكم مدينة حلب مات ملك شاه وترك السلطنة الكبيرة لابنه برق ياروق ابن ملك شاه وتوتش ابن الب ارسلان طمع في السلطنة الكبرى وبدأ يفكر يحارب برق ياروق وبدأ يفكر يسخر اكسنكر الحاجب معه لمساعدته في حرب برق ياروق لكن اكسنكر الحاجب كان عنده وفاء كبير لملك شاه وقرر ان يفي ملك شاه ان يفي لملك شاه وان يحفظ ملك شاه في ابنه برك ياروك وخاصة أنه يعلم أن بيرك ياروك ملك عادل على خلاف تام مع طبيعة توتش الظالمة فقرر أنه ينضم إلى بيرك ياروك لكن إزاي يعمل الكلام ده وهو موجود أصلا في منطقة الشام قرر أنه يقوم بحيلة خطيرة جدا وهذه الحيلة قد تضيع عليه حياته ترى ما هي هذه الحيلة وكيف استطاع ا كر الحاجب أن يحفظ برق ياروك ابن ملك شاه وما هو رد فعل توتش ابن البرسلان على هذه الحيلة التي قام بها أقصن الحاجب وكيف ربي بعد ذلك عماد الدين زنكي هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته